مساء الخير وكل عام وانتم بخير. اليوم نحن موجودين في برنامج ختايم في نسخته الثانية على قناة حضرموت الفضائية. اليوم موجودين في ختم مسجد بايع شوت بالمكلة منطقة حي الشهيد. يصادف الختم في ليلة 9 من رمضان، مع انه الجو حار لكن تشوف ضحكة الصغار وبسمة الكبار. خلوكم معنا وان شاء الله تعجبكم التغطية. عادات الختايم عادات جيدة وممتازة جدا، واحتكاك بين الأولاد والأسر ويكون عادات جميلة جدا. نعم. وأكيد فرحة الأطفال. نعم فرحة الأطفال أول وآخر. نعم. طيب إيش اللي فرق عن الختومات السابقة إلى الآن؟ اللي فرق عن الختومات السابقة إن الختومات السابقة كان فيها أكثر ودية، والختومات هذه فيها الكم زادت العدد وزادت الاحتفالات، هذه الاشياء الاحتفال هذا الحر والبساط والحر ده طبيعي حقنا، وراضيين به وفرحانين به. اليوم جيت الختم. نعم. وكل سنة أكيد تنزلين الختم ويعطيكم أداها. صح. إيش يعجبك في الختم؟ المناظر. المناظر. أيوة. وعد. الألعاب دي. الألعاب. ويجون عندكم هل عمتك والخالتك والجيرانكم؟ كل سنة. كل سنة يجون. والله حاجات جميلة جدا. نفخر بها كتراث يعني حضرمي. وهذا من الأشياء اللي لازم نحافظ عليها ونطورها أكثر بإذن الله. طبعا اليوم ما شاء الله متلبسين وجيتوا الختم، صح؟ ايش يعجبك في الختم؟ جيت تضحكين. طيب ايش يعجبك في الختم؟ كل شيء فيه. العاب وتتلبسون، صح؟ يلا مع السلامه. شهرنا هلا بنوره بشر عامل بخير رمضان الكريم. جميل. ايش يعجبك في الختم؟ وكل شيء الحمد لله بخير، يعني كل شيء يعني حلو والابداع. ومعنا الفنان الجميل احمد باوزير عتعود. مساء الخير. مساء النور والسرور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهني الامه العربيه والاسلاميه بمناسبه شهر رمضان المبارك. هذه تهنية عامة وتهنية خاصة لحضرموت وقناة حضرموت وشعب حضرموت من أعماق قلبي، وكل عام وأنتم بخير. في عندك واحد من المبدعين طبعا. هذه اللي بجنبي الأستاذ محفوظ عابد مقرم، قايد فرقة الإنشاد وأستاذنا، وله الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في إبراز كثير من المواهب، وكان العازف الأول مع الفنان كرامة مرسال في جو فرائحي الثامن من رمضان. ختم مسجد بيعشوت عاد الله علينا وعلى الجميع بأتم الصحة والعافية، ونشكر كل من ساهم في هذه الفعاليات، وعلى رأسهم السلطة المحلية، على رأسهم اللواء الركن أحمد بن بريك، وكذلك العم فرج البحسني أطال الله في أعمارهم، وكذلك جنودنا البواسل الذين أمنوا لنا وحفظوا لنا أمننا وحضرموت الخير بإذن الله تعالى، وما نقول لهم إلا كل عام وأنتم بخير وأطال الله في أعمارك.
من اسمك؟ آية. أنا إبراهيم إسحاق. آية أنا إبراهيم إسحاق. آية. طيب يا آية، كيف شفت الختم اليوم؟ حلو. وعي بشوي. أي من الألعاب؟ لعبت وام اللعبة؟ ألعبة في ذهب دو النار. طيب إيش المشاركة اللي معش اليوم؟ غنية. وين البابا طلعته؟ طيب البابا طلعت الحلوة مع بنوتاته، البابا طلعت الحلوة مع بنوتاته، تكرى معيون الأمارات انتو روحوا حياته، تكرى معيون الأمارات انتو روحوا حياته. عيب ايش الختم اليوم؟ ايوه. وين لعبتوا؟ تطلع في الالعاب. ايوه. واعد اشتريتي شيء؟ وين بتشترين؟ المغرب. وين بتشترين المغرب؟ عروسه. طيب ان شاء الله ان شاء الله تشترين عروسه وتفرحين. بغينا منك مشاركه دحين. تمام. بنت صغيرة فلسطينيه لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النيه ولا عم بيزي حد، بعرف بيتي وبعرف ارضي اهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي حقي بالمحبه والحني، بعرف بيتي وبعرف ارضي اهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي بالمحبة والحنية، إذا كان مجرم على بلدتنا خدوا بي خدوا خي، صاروا يقولوا الأرض إن صدفة شبكت عينك. أكيد من وإنتوا صغار تحضرون الختايم، إيش تغير؟ غيرت في هذه الأشياء العدة اللي كان ماشي في بساط واللي اسمه هندي. هل كان زحمة؟ لا لا، الحين زحمة أكثر، بس كانت حلوة بالعادات والعدة والثورات وكل شيء. أهم حاجة في الختم جمع الأهل، أهم حاجة جمع الأهل والألفة والتقارب بين الأسر. مرحبا يا جمال شهور الله يا الشهر الفضيل، مرحبا يا اللي قدومك يستحي منه الظلام، وما يحبك غير مؤمن وما يصد إلا بخيل، ويشهد الله كم نحبك قدمك. معنا تنتين امورات حبوبات شطورات فاطرات. صيام والله. هلا فطرت. فطرتي؟ اي تصفيق الهلا يا بنت الصدق. تصفيق الهلا حلو. بكره بتصومين صح؟ 10 ريال ليش؟ طيب طيب الحمد لله. معكم انشوده، من وين انت؟ من اليمن. من اليمن. وانت؟ ايش الانشوده اللي معكم؟ جنى. جنى. وانت؟ جنى برضه. طيب يلا بسم الله. جنى 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 جنتوني عالي روحي عقلي راح حلقوا حلقوا خلصوني، كل واحد قاعد وارتاح، جنى 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 جنتوني تعالي روحي عقلي راح بحلق وحلقهم خلصوني، واحد قاعد مرتاح. ماما يا بيت بيبي بيبي حلو صغير، يا حبيبي شو شاكي من غندر، في مدرستي أحيا وأستفد أشياء، أكتب وأتهجى من الألف للجاء. شهر الصيام. نحن في الزحمة في وسط الحر، لكن الأجواء الفرايحية تغطي على الموضوع. البنية مستغربة وأكيد قتلها الحر، لكن خرجت الختم تفرح مع ابوها. ابوها هنا معنا احد المصورين. والله يجزيه.
من تحمل لأجل ربا واستجاب. ريت الخط اشترت لك شيء بالليل بشتر بالليل بتشتر طيب ان شاء الله صيام اليوم صدق صمت رمضان كله دي يعني الايام العبرة شربت يوم الا ما دام تذكرت بالليل تشرب شاطر قول رمضان كريم رمضان كريم ويا هلا برمضان. الحاجة المميزة في الختايم انه برضو تفتح سوق عمل للاشخاص ويمشون امورهم في رمضان. تعالوا معي. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله طيب. امورك طيبة؟ الحمد لله. قدام شهرك مبارك. تعال بركة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. من متى وانت زاول المهنة؟ اكثر من 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. الوالد يقول اكثر من 50 سنة وهو في عادة الختايم يبيع للاطفال تبيع قرابيع. ايوه. طيب كيف شفت الختايم اول؟ كيف شفتها دحين؟ اول احسن من دحين. اول احسن، ايش احسن؟ يعني احسن من ناحية الاسعار. ايوه. كان فضيح جدا وكان مناسبة وكان اقلة الناس يبيعون يشترون. الحين كثير طباخات بالامرك. الحين كثير طباخات بالامرك. برضه في زحمة يعني. زحمة ايوه، ما هو اول. زحمة لانه كان هو كان داخل. لما لازم بشر نزلوا تحت. اول كان من الاقله، ما هو شيخ عبد الله هذا كان منكم واحد اثنين ثلاثه يبيعون بس؟ لا يمكن 10 هذه. الان جروبات، الان اكثر من 100. ويا هلا برمضان يا شهر الصيام. الشوارع والمساجد والشواطي والنخيل والليالي الحال ما والناس في وسط الزحام والأماكن اللي عاشت. سمعت انك جيت من الأردن عشان الختم وبتري. والله الختم شوف شيء مهم بالنسبة لجي، يعني واحد من الأسباب المهمة ان احنا نجي نحضر مثل هذه الختومات، يعني سواء ختم بيعشوت او غير ختم بيعشوت، يعني الروحانيات والاجواء الرمضانيه حق المكلا ما بلاقيها في اي بلد ثاني سواء في الاردن او غير الاردن صراحه. طبعا ما شاء الله نشوفك في اغلب الخطوات. والله يا اخي النسم حق 6 اشهر، حق 6 اشهر كبت في الاردن، هناك نسمها شوي هنا في الاردن المكلا كبت ثاني، يعني دراسه وكذا وكذا. فاهم الموضوع يا زكريا؟ ما شاء الله اليوم متواجد في الختم. الحمد لله نحن متواجدين هنا مع نفرح مع فرحة الأطفال ونسعد بوجود هذا الختم العظيم الطيب إن شاء الله. يجعل الله تعالى إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله. الله يقبل كل دعوة وكل دمع مستحيل. ومعنا الأمورين الحبوبين بيغنون أغنية ليش ليش يا نوارة، صح؟ يلا 1 2 3 ليش ليش يا نوارة يا بني تمزع لسارة، ليش ليش يا نوارة يا بني تمزع لسارة، سارة وجارة وصديقة حق الجارة على جارة، سارة وجارة وصديقة حق الجارة على جارة. ونحن اليوم في الختم معنا جائزة مقدمة من بن مهري للتسويق والتجارة، للتجارة والتسويق. معنا الأمورين الصغار ونتعرف عليهم. اسمك؟ حنان. الاحسن مبشر. سالم. طيب ما اعطيكم سؤال، اللي يجاوب عليه الاولي ينزل اي واحد منكم بسرعه. يلا 1 2 3 اسم الرسول من محمد. يلا نزل واحد بسرعه. اخر سؤال، لون القرمه اللي فوقي ابيض. طيب وهذا اللي فاز معنا من سالم. سالم فاز معنا ومشكوره يا هلا، شكرا مع السلامه. سالم كيف حالك؟ فزت معنا بجائزه من بن مهري للتجاره غير مؤمن وما يصد الا
قد ما قام الصيام.